الرئيس السيسي يطالب الحكومة بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي وتخفيف الأعباء على المواطنين. رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات ويعلن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات التي تحتاجها السوق المصرية. قتل مدنيون وعسكريون في غارات إسرائيلية على لبنان، وحزب الله يمطر إسرائيل بعشرات الصواريخ. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة. وخلال إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أضاف الرئيس السيسي أنه إذا كان التحدي الراهن سيضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي. الأزمة الاقتصادية ومسار الإصلاح الاقتصادي، واحنا ايضا في هذا الامر عملنا يعني برنامجين، برنامج في 2016 وده نجحنا فيه، بس انا نجحنا فيه مش بس بجهدنا ولكن باستقرار الاوضاع الاقليميه والدوليه عما كنا نحن عليه الان. اما البرنامج الحالي اللي احنا شغالين فيه وده مهم، ودي رساله بقولها لينا ولمؤسسات الدوليه المعنيه بهذا الامر، الصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات، ان احنا بنعمل هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وبيتقال ان هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات او القليلة القادمة نتيجة التداعيات لهذا الامر. طب ما احنا جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامجنا اللي احنا شغالين بيه ان ما تحطتش في الاعتبار التحديات اللي انا بتكلم عليها ديت، ولما نيجي نقول ان احنا فقدنا 6-7 مليار دولار خلال فقط 7-8 شهور الماضيين، وان الامر ده محتمل انه يستمر معانا لمده سنه كمان نتيجه التداعيات اللي احنا بنشوفها، يبقى اذا البرنامج اللي احنا متفقين بيه مع الصندوق، وده امر مهم انا بقوله للحكومه وبقوله لنفسي، اذا كان التحدي ده هيخلينا نخضع على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمتلك تجربة لتحويل المحنة إلى منحة، لافتا إلى أن الدولة خرجت من عام 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة للإرهاب. أضاف الرئيس السيسي أن الأزمات توفر فرصا حقيقية لنجاح حقيقي بمحاولة إيجاد حلول لها. عنوان الجلسة عنوان مهم قوي، وإحنا في مصر لنا تجربة في طرح الأزمة وإزاي الأزمة ممكن تتحول إلى أو المحنة تتحول لمنحة يعني. وأنا هقول 3-4 أمثلة لو سمحتوا لي على تجربتنا هنا في مصر في هذا المجال. هبدأ في القطاع الصحي على سبيل المثال. إحنا كان عندنا يعني إحنا خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى يعني، وبالتالي التحديات اللي كانت موجودة والأزمات اللي كانت موجودة ساعتها أي حد كان يشوفها في الوقت ده يحس إن ما يعني إنها ما فيش حل يعني، ما فيش حل. لكن الحقيقة الأمر مش كده، وأنا بتفق مع كل المتحدثين على إن الأزمات بتوفر فرص حقيقية ونجاح حقيقي بتحديها ومحاولة إيجاد حلول ليها.
واحنا اعتنقنا مبدئين او استراتيجيتين مهمتين جدا في الموضوع دوت. احنا مزجنا بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة. ده كانت احد العناصر او احد الاستراتيجيات اللي احنا كدولة حرصنا على ان احنا نتعامل بيها، عشان لما نتعامل مع موضوع يكون له تأثير على كثير من الموضوعات الأخرى. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تنفيذ الأهداف الموضوعة من جانب الحكومة والدولة، لافتا إلى أن فيروس سي وقوائم الانتظار كانت من أكبر الأزمات التي واجهها القطاع الصحي. وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة أصبحت تمتلك بيانات ضخمة جدا للحالة الصحية في مصر لبناء مسارا أكثر تقدما. يعني مهما كانت العقبات اللي بتقابلنا والأزمات اللي بتقابلنا، لا احنا كنا حريصين على ان احنا الأهداف اللي كانت موضوعة من جانب الحكومة والدولة في تخطيطها انها تتحرك وتتعامل معها. هبدأ بحاجة بسيطة جدا زي موضوع الفيروس اللي تحدثتم عنه وقوائم الانتظار على كمثال في مجال الصحة. يعني احنا بنتكلم عليها دلوقتي كتاريخ، يعني مسألة تجاوزناها، رغم ان هي في الوقت اللي احنا قبل ما نتحرك لمواجهتها كانت من اكبر الازمات اللي بتقابلنا على المستوى الصحي في مصر. مش بس التأثير الصحي، ده ايضا التأثير النفسي اللي كان بينجم عنها. لكن احنا مجرد ما لقينا ان في فرصة لعلاج لهذا الفيروس اللي احنا كنا بنبحث خلال سنوات طويلة جدا قبل اكتشاف هذا العلاج، اتحركنا، الدولة اتحركت واستفادت من العلاج اللي توفر في الوقت دوت، وعملت يعني حملة قومية، عملت مسح كامل للدولة المصرية عشان تشوف المستوى الصحي بصفة عامة. احنا عملنا مسح للسمنة، لأمراض الضغط والسكر، بمناسبة إن إحنا بنعالج الفيروس سي. وبالتالي بعد ما عملنا ده بقى عندنا بيانات ضخمة جدا للحالة الصحية في مصر، ساهمت بعد كده إن إحنا نبني عليها مسار أكثر تقدما مما كنا عليه. وخرجنا من أزمة الفيروس سي بدولة بعد ما كانت من أكثر دول العالم يعني مصابة بالفيروس سي إلى دولة بفضل الله سبحانه وتعالى خالية من الفيروس سي. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة كانت تحتاج لتوفير من 7 إلى 10 ملايين فرصة عمل سنويا، وذلك على مدار العشر سنوات الماضية. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة عملت على توفير فرص عمل لمجابهة البطالة في إطار إقامة البنية الأساسية للدولة، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة البطالة إلى 6.5%. كان عندنا برضو أزمة تانية، كانت أزمة البطالة، وكانت نسب البطالة عندنا عالية. وأنا بحطها قدام كل اللي بيسمعني دلوقتي وبقول لو تتصوروا ان احنا حجم الخريجين في مصر سواء كانوا من الجامعات او من المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون بيقترب من بين 700-800 ألف للمليون. فلو كلمنا في 10، احنا بنتكلم محتاجين نوفر يعني من 7-8 إلى 10 مليون فرصة عمل سنويا، يعني 700 ألف للمليون فرصة عمل سنوياً على مدار 10 سنين اللي فاتوا. أنا بتكلم على الحلول المتوازية والمتكاملة والمزج بينها، عشان نقول في الآخر وإحنا في 2011 كان عددنا تقريباً 80 مليون والنهاردة إحنا عددنا 106 مليون. لكن بالرغم من ده إحنا وصلين لنسبة البطالة 7%، 6.5. الدكتور مصطفى كمان بيفرحني أكتر، 6.5%. ده معناه ايه؟ معناه ان استهداف ومجابهة التحدي بتاع نمو السكان الضخم وتوفير فرص عمل لمجابهة البطالة
احنا اشتغلنا عليه بشكل كويس جدا في اطار اقامه البنيه الاساسيه للدوله المصريه حتى تعبر الحاله اللي كانت فيها البنيه مش متواضعه. لا، كانت بنيه اساسيه متخلفه. يعني اذا كنا بنتكلم النهارده ترتيبنا 22، انا مش عايز اقول في الوقت ده كان ترتيبنا كام على العالم. فده امر يعني بنضيفه لحضراتكم على ان الجهد اللي عملته الدوله المصريه وحركتها، لان كتير مننا، وده نقطه اخرى هتكلم فيها، يتصوروا ان الازمه الاقتصاديه فقط هو عنوان محل الاهتمام فقط، وبيخلي كثير مننا يتجاوز حجم الجهد وحجم النجاح وحجم الإنجاز اللي تم في كل مناحي الدولة المصرية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حصة مصر من المياه لم تتغير على مدى عشرات السنين رغم ارتفاع عدد السكان، وهو ما أدخل الدولة في حالة فقر مائي. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر دخلت في برنامج ضخم جدا على مدى 10 سنوات الماضية لمعالجة المياه، حيث تم إنفاق مبالغ هائلة لتنفيذ محطات معالجة متطورة. من ضمن الحاجات اللي عندنا المي، وأنا بقولها هنا عشان تبقى واضحة للعالم كله، نحن في مصر حصتنا من المية موجودة لم تتغير على مدى عشرات ويمكن مئات السنين. يعني احنا تقريبا بنتكلم في 55 مليار متر مية، من عدد سكان 4 مليون من حوالي 150-200 سنة ل 106 مليون دلوقتي، وده دخلنا في حالة فقر مائي شديد. ما عملناش صراعات مع حد عشان نقول ان حصة المياه بتاعتنا نزودها، ولان ده تحدي، وطبقا لمعايير الامم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد، اقل من 450 متر مكعب في السنة للانسان، والمفروض ان هو 900,000 متر مكعب في السنة. ما عملناش كده، دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى العشر سنين اللي فاتوا لاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية، يجعلنا زي ما قلت قبل كده بين يعني في مصاف يمكن الدول رقم 2 في العالم في تدوير واستخدام المياه. احنا انفقنا في هذا الامر ارقام هائلة عشان يبقى عندنا محطات معالجة ثلاثية متطورة على مستوى دولة بتستخدم مياه ل 106 مليون انسان، مش بس في الشرب والكده، لا ده حتى في الصرف الزراعي. احنا عملنا الكلام ده لمعالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها مرة واثنين وثلاثة. خلاصة الكلام ان الأزمة وان كانت أزمة، ولكن بالإصرار وبالفكر وبالعمل والمحافظة على الأهداف زي ما قلت، ممكن قوي تتحول الأزمة الى منحة جيدة جدا. هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة. وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مقر انعقاد المؤتمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار. توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعددا من الوزراء والمسؤولين، وذلك قبيل انطلاق النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي تستمر فعالياته حتى 25 من شهر أكتوبر الحالي. ويعد المؤتمر منصة تعليمية متميزة تجمع خبراء محليين ودوليين في 37 تخصصا طبيا، ويسعى لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وبناء الشبكات المهنية تسهم في تحسين جودة التعليم الطبي. We'll be right back.
تعمل الدولة على تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد. كما تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتعزيز الصحة والرفاهية والعدالة من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وكذا تعزيز المساواة وبناء مستقبل مرن ومستدام والتكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر، مع تعزيز سبل العيش المستدام وبناء مجتمعات قوية. ثلاثة عقود كاملة تدج بالاختلاف بين الأمس والماضي تحكي تاريخ مصر مع مؤتمر السكان، والذي انعقد بالقاهرة في سبتمبر عام 1994، وهي نفس المسافة التي تصل بنا إلى نسخته الحالية المنعقدة غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة. وهنا تتجلى الفروق بين الأمس واليوم، والتي تقودنا إلى التطلع لغد عادل يوزع الرعاية الصحية والاجتماعية بالتساوي على الجميع. وفي تلك النسخة لا تكتفي مصر بمشاركة واعدة تشملها رعاية الرئيس السيسي وحشد من واضع السياسات وصانع القرارات على المستويين المحلي والعالمي، وإنما تنتقل بنا تلك النسخة لرحابة أكبر وأوسع لتشمل محور التنمية البشرية، والذي يعد تحولاً نوعياً حيث تم توسيع نطاقه، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهاراً. وفي هذا الإطار يتجلى محور التنمية البشرية من خلال بلورة شاملة ومحكمة تأتي ضمن استراتيجية مصر الشاملة لبناء الإنسان. خمسة محاور يدور حولها المؤتمر تستثمر في قدرات الأفراد، مما يؤدي في النهاية إلى مستقبل أكثر استدامة بمساهمة أفراد المتمكنين. تلك المحاور هي الربط بين الصحة والسكان والتنمية البشرية وبناء نظم صحية مرنة، وصولاً إلى المحور الثالث وهو تمكين الأفراد والمجتمعات، والتي تؤدي بدورها للمحور الرابع الخاص بالتكيف مع عالم متغير من حيث تركيبته السكانية والمناخية أيضاً. وأما المحور الخامس والأخير فهو المساواة وسهولة الوصول والتنمية البشرية لضمان حصول الجميع على فرص متساوية وعادلة دون نظر لاختلاف اجتماعي أو اقتصادي. ولنا أن نتوقع من تلك النسخة مخرجات بمثابة بوصلة وإضاءات تنير لنا على طريق رؤية مصر في عصر الجمهورية الجديدة. ننتقل الآن لنقل وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيرته الرومانية بقصر التحرير. أود في البداية أن أرحب بمعالي الوزيرة كضيفة وصديقة عزيزة على مصر، كما أود أن أعرب عن سعادتي بهذه الزيارة كأول زيارة رسمية لوزيرة خارجية رومانيا الصديقة منذ عام 2013. تأتي هذه الزيارة ونحن على مقربة من الاحتفال بمرور 120 عاما من على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا بحلول عام 2026، استكمالا لسلسلة من الزيارات المثمرة والهامة التي تم تبادلها بين البلدين في السنوات الأخيرة وعلى أعلى المستويات، ومن بينها وعلى رأسها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بوخارست في يونيو 2019، وزيارة فخامة الرئيس كلاوس يوهانس إلى مصر في أكتوبر 2021، وهي زيارات تهدف جميعا إلى تعزيز وتطوير العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وبما يحقق مصالح شعبيهما. كما أسهمت هذه الزيارات المتبادلة في تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية، خاصة مع ما تشهده منطقتنا من تطورات خطيرة قد تؤدي باستقرار الإقليم ككل وتمتد آثارها إلى دول
جوارنا في أوروبا. السيدة الوزيرة وأنا التقينا اليوم وتباحثنا بشكل منفرد وبعد ذلك مع وفدي بلدينا على مدار عدة ساعات للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد مصر الشريك التجاري الأول لرومانيا سواء نقلنا لكم مشاهدينا الكرام وقع المؤتمر الصحفي الذي جمع بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيرته الرومانية بقصر التحرير، حيث أكد بدر عبد العاطي على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا وضرورة تبادل الرؤى في العديد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية. أيضا تم التباحث بين البلدين بشكل منفرد بالإضافة إلى تباحث مع وفدي البلدين، وذلك للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية وأيضا المسار الإيجابي التي تتمتع به العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، فمصر هي الشريك التجاري الأول لرومانيا. هذا وتابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، وذلك في اجتماع عقده بحضور عدد من الوزراء والمسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما شدد مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين وفي المواعيد المحددة بما يسهم في ترسيخ المصداقية ودعم المصدرين. ومشاهدينا الكرام، عودة مرة أخرى لنقل وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيرته الرومانية بقصر التحرير. في قطاعات مثل السياحة والصحة وأيضا قطاعي التعليم والثقافة، وكان حضر معنا جانب من هذه المباحثات السيد الدكتور وزير الثقافة، ودار حديث مطول مع السيدة وزيرة الخارجية الرومانية حول مزيد من تطوير العلاقات في المجال الثقافي بين البلدين وتبادل المعارض الفنية وتبادل أيضا الفعاليات الثقافية، كما تحدثنا أيضا التعاون في مجال التعليم. هناك العديد من الطلبة المصريين الذين يدرسون في الجامعات الرومانية، وتحدثنا عن إمكانية فتح فرع لأحد الجامعات الرومانية المتميزة هنا في القاهرة لتوفير الدراسة والتعليم ليس فقط للطلبة المصريين ولكن أيضا للطلبة من مختلف
أنحاء المنطقة. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية تدرسنا وتباحثنا بشكل مفصل حول العديد من القضايا، وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها قضية وجودية إلى مصر، وشرحت للسيدة الوزيرة مدى أهمية قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لنا، وأيضا أحطها علما بكل مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من 13 عاما دون جدوى، وما أعلناه مؤخرا من توقف للمسار التفاوضي واحتفاظنا بحقنا في الدفاع عن مصالحنا المائية في حالة حدوث ضرر، وبالتأكيد بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. تناولنا أيضا القضية الفلسطينية واستمرار المعاناة والإجرام والعدوان المستمر على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، وأطلعت معالي الوزيرة على كل الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، وأن هذه الجهود للأسف الشديد لم تسفر عن أي نتائج بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي وعدم جديته في التوصل لمثل هذا الاتفاق. أيضا تحدثنا عن أهمية وصول المساعدات الإنسانية، عن الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، عن انتشار مرض شلل الأطفال في شمال القطاع، والعجز الدولي عن حتى مجرد تطعيم الأطفال بسبب التعنت الإسرائيلي. كما تحدثت أيضا من جانبي عن الأوضاع المتفجرة في الضفة الغربية وأهمية العمل على إنهاء الاحتلال باعتبار أن ذلك أصل المشكلة وجوهرها في المنطقة. أيضا تحدثنا عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأيضا أن يتم المضي قدما في إعطاء ومنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. اتفقت الرؤى بيني وبين الوزيرة الرومانية على بالتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان، وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لتنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل كامل، وبما يضمن نشر قوات الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع إسرائيل، والعمل على تمكين قوات الجيش اللبناني وأيضا تعزيزها هناك. كما أكدت من جانبي على شجبنا وإدانتنا الكاملة لكل الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد ليس فقط الشعب اللبناني والمدنيين اللبنانيين، ولكن أيضا ضد القوات الأممية في إطار قوات اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان والتي تم نشرها بموجب قرارات من مجلس الأمن. وبالتالي نرفض تماما مطالبة إسرائيل لهذه القوات الأممية الانسحاب من مواقعها. هذه القوات تم نشرها كما ذكرت بقرار من مجلس الأمن، وبالتالي لا يمكن لأي دولة منفردة أيا كانت أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي وأن تطالب بانسحاب هذه القوات الأممية من مواقعها. تحدثنا أيضا عن الوضع الإنساني الصعب في لبنان وأهمية تقديم المساعدات للشعب اللبناني، وأنا تحدثت من جانبي بطبيعة الحال على الرفض الكامل لفرض أي وصاية أو أي إرادة على الشعب اللبناني من الخارج، وأهمية أن يكون انتخاب الرئيس اللبناني بالتوافق من الشعب اللبناني بطبيعة الحال بكل طوائفه. تطرقنا أيضا لعدد من القضايا الإقليمية الأخرى على رأسها الوضع في منطقة البحر الأحمر وقضية حرية الملاحة.
في البحر الأحمر وما تتكبده مصر من يعني مشاكل وأعباء اقتصادية نتيجة لهذا التوتر المتصاعد في المنطقة، ممثلا في الانخفاض الحاد بأكثر من 60% من عائدات قناة السويس. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في ليبيا، عن الوضع في السودان، عن الوضع في اليمن. توافقت الرؤى بيني وبين السيدة الوزيرة في الأهمية البالغة لمنع التصعيد في المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع الإقليمي وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية. كما تحدثنا أيضا عن الأوضاع في القارة الإفريقية وعن التعاون المشترك بين مصر ورومانيا في القارة الإفريقية، وتم تتويج هذا التعاون منذ عدة ساعات في البرنامج التدريبي الذي أطلقته وزارة الخارجية الرومانية ووزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة لحفظ السلام وفض المنازعات. هذا البرنامج التدريبي شاركت فيه 11 دولة إفريقية من منطقة الساحل، وكان يعني أمرا هاما للغاية أن نتعاون بشكل مشترك في هذا البرنامج الذي يهدف إلى خدمة القارة الإفريقية والاستقرار في منطقة هامة للغاية من القارة وهي منطقة الساحل الإفريقي. تحدثنا أيضا عن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها رومانيا في إفريقيا وإمكانيات التعاون مع مصر في خدمة قضايا القارة الإفريقية، خاصة قضايا التنمية وقضايا الأمن والسلام في القارة، خاصة أن السيد رئيس الجمهورية يتولى ريادة ملف إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات في القارة الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي. تناولنا أخيرا بعض الملفات الدولية الأخرى وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي وبالأخص على الدول النامية وعلى رأسها وفي مقدمتها مصر بطبيعة الحال، خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة. السيدات والسادة، أجدد الترحيب بمعالي وزيرة خارجية رومانيا كضيفة عزيزة علينا، وأتمنى لها إقامة طيبة وسعيدة في مصر خلال هذه الزيارة الرسمية الهامة، ونؤكد مرة أخرى حرصنا البالغ على مزيد من تطوير العلاقات، ونأمل أن يكون هناك تطورات محددة وملموسة على صعيد التعاون الثنائي بين بلدينا، ونحن على مشارف الاحتفال بالذكرى 120 من تأسيس العلاقات في عام 26، وإن شاء الله ستكون هناك مخرجات محددة يتم إعلانها خلال احتفالنا بهذه الذكرى العزيزة على بلدينا. شكرا جزيلا، وأدعو معالي الوزيرة لإلقاء بيانها. شكرا معالي وزير الخارجية المصري. السيدات والسادة، جئت هنا في زيارة مصرية لجمهورية مصر العربية، وتوجه بخالص الشكر والتقدير على حسن الوفادة. إن مصر شريك منذ زمن بعيد لرومانيا، ليس فقط في أفريقيا والشرق الأوسط ولكن على المستوى العالمي. لدينا علاقات ثنائية ممتازة ورائعة. كما قلت، في 2026 سنحتفل بمرور 120 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تحدثت مع معالي وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العزيز، تحدثنا عن مرحلة وبرنامج إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع بالتعاون بين وزارة الخارجية الرومانية، وكالة التنمية الرومانية، وأيضا مركز القاهرة لتسوية النزاعات، وتعبر عن خالص الشكر والتقدير
لشركائنا المصريين ولمعالي وزير الخارجية المصري وأيضا لوفد وزارة الخارجية المصري ومركز القاهرة لتسوية النزاعات. نشكركم على حسن الضيافة والدعم الذي أوليتموه إلينا. هذا البرنامج المعقد في مصر اليوم يوضح التنسيق تقوم في مصر كمحور رئيسي للأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا. بالنسبة للعلاقات الثنائية نحن نعمل على بناء الأمن والسلام في منطقة الجوار. إن تعزيز العلاقات الثنائية والحوار المشترك يركز على الوضع الجغرافي السياسي والسياق الاقتصادي للعلاقات. قمنا بتبادل الآراء والتفاصيل حول موضوعات كثيرة بما فيها الثنائية والتعاون القطاعي والأزمة والصراعات الإقليمية التي تؤثر على المنطقتين. وأعبر عن شواغلي بالنسبة لتصاعد الوقف تصاعد الموقف في منطقة الشرق الأوسط وإذن قدر جهود الذي بذلتها مصر على مستوى تيسيري دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأيضا على مستوى الوساطة والحد من التصعيد. وقد دعت رومانيا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن على مستوى المراحل الثلاثة المقدمة من الولايات المتحدة والذي دعمته مصر ورومانيا. ونواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق جميع الرهائن وأن يكون هناك تدفق آمن للمساعدات الإنسانية إلى هناك. إن العنف المتواصل الحقيقة يعوق تحقيق السلام العادل والدائم وهو بحاجة إلى حلول دائمة. وهذه الحلول المهمة هي أن يكون هناك حل دولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية. عرضت وتحدثت عن مشاركتنا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة. قمنا بإرسال العديد من المساعدات الإنسانية إلى هناك وأيضا المواد الطبية والأغذية وغيرها من المواد الرئيسية. وقد قررنا أن نستلم ونتلقى الأطفال الفلسطينيين في المستشفيات في رومانيا في نهاية سبتمبر. المجموعة الأولى من الأطفال وأسرهم تم وصولهم إلى رومانيا بالفعل. لنا نشاط كبير أيضا في توفير المساعدات الإنسانية إلى لبنان. وفي بداية هذا الشهر أرسلنا أطنان من المواد الغذائية إلى لبنان أيضا. وإذ نعبر خالص شكرنا للمساعدة الهامة التي تقوم بها مصر في استعادة المواطنين الرومانيين من قطاع غزة ومن السودان. ونشارك مع مصر في الشواغل الخاصة بالأمن الخاص بالملاحة البحرية في البحر الأحمر والأثر السلبي الكبير على التنمية الاقتصادية في مصر. السادات والسادة، السادات الزملاء، أفدت مع الوزير بموقف رومانيا حول عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا. أوكرانيا هي أحد الدول المجيرة لنا. وكان هناك جسر جوي إلى رومانيا في هذا المجال ونحن ندين هذه الحرب وسلوك روسيا واختراقها للقانون الدولي. رومانيا ملتزمة بدعم أوكرانيا. كلنا نعرف أن الحرب الروسية لها تأثير واسع النطاق على المستوى الإقليمي والعالمي والأمن بصفة عامة.
وندرك الاحتياج المتزايد للشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي. إن رومانيا تعمل على التخفيف من العواقب الغير مرغوب فيها لهذه الحرب والقيام بدور العبور للدول التي تحتاج إلى ذلك. معالي وزير الخارجية المصري، إن رومانيا توفر الدعم الدائم لمصر في الاتحاد الأوروبي، ونقوم بمناصرتها بتطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على المستوى الاستراتيجي، لأن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بالطبع لها كثير من المصالح المشتركة. أحد المكونات الرئيسية لمناقشاتنا اليوم دار حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، واغتنمت هذه الفرصة للتعبير عن رضائنا عن مخرجات العمل التي تقوم به اللجنة المشتركة التي عقدت في بوخارست في شهر أكتوبر من هذا العام، وعقدنا ووقعنا العديد من الاتفاقات حول الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة مثل الزراعة والغاز والكهرباء. وكما ذكرت معاليكم، إن مصر هي من أهم الشركاء لرومانيا فيما يتعلق بالتجارة المتبادلة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي أقيم على هامش المؤتمر تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة. نتابع. مرحبا بسيادتك يا فندم. احنا المعرض السنة دي سيادتك كنت أمرت السنة اللي فاتت انه يكبر شوية، عملناه 80 شركة عرضة أمام حضرتك. هو هذا هو الجزء الخاص بالمشروع القومي للتنمية البشرية، وهي ببساطة هي رحلة حياة الإنسان من قبل الولادة، منذ أن يكون جنينا في بطن أمه إلى أن يتوصل إلى مرحلة عمرية مختلفة. فيما يخص القضية السكانية أو القطاع الصحي، بنحاول إن احنا معدلات الإنجاب تنزل، وزي ما قلنا حضرتك في العرض معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.5، وده أقل معدل إنجاب، مستهدفين 2.1، لكن عشان يحصل كده بنحتاج نخفض الاحتياجات الغير ملباة. يعني كل سيدة في أي محافظة تروح لعيادة أو تروح لوحدة صحية تلاقي فيه طبيبة موجودة جوه، وتلاقي فيه وسيلة آمنة وحديثة تقدر إن هي تستخدمها، ويكون عندنا توعية وايضا وعي ثقافي من خلال الرائدات الريفيات. لو خدنا الامور دي فقط هنقدر ان احنا نوصل ل 2.1 بيسر في خلال السنوات القليله القادمه. لكن مش بس كده في التنميه البشريه، احنا محتاجين في التعليم. احنا عندنا مشكله في الالتحاق في التعليم، سواء في عندنا تسرب من التعليم خصوصا في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. مع زميلي في وزير التربيه والتعليم بنحاول نشتغل على القضاء على التسرب من التعليم، نضمن ان كل المواليد في المرحله العمريه سن المدرسه، وبنشتغل مش بس في سن 6 سنوات، بنشتغل عشان يبقى في مرحله اللي هي قبل الدراسه اللي هي من 4 سنين ل6 سنين، وده هيضطر ان احنا مع وزاره التضامن الاجتماعي ومع وزاره التربيه والتعليم علشان ما يبقاش في حد قاعد في البيت لحد سن 6 سنوات. لقوا ان كل ما الطفل اللي بياخد مراحل من التعليم قبل مراحل الدراسه الاساسيه مستواه في الادراك وفي التحصيل بيبقى احسن، وده اللي احنا بنشتغل فيه. طبعا مع فكره ان يبقى عنده 10 سنين ويعرف يقرا ويكتب ويقدر يعمل عمليه حسابيه، كل دي امور بنشتغل فيها ببرامج مع وزاره التربيه والتعليم. بنتكلم مع وزاره العمل عشان تربط التعليم الفني ما بين المدارس التكنولوجيه في التربيه والتعليم والجامعات التكنولوجيه اللي سيادتك صدقت بيها، النهارده بنتكلم على اكثر من 12 جامعه تكنولوجيه، وعلى المنصات التعليم المهني في وزاره العمل. وزارة العمل معنية أنها تكون بتقدر تربط ما بين التعليم الفني في المراحل التعليم الأساسي ثم التعليم الجامعي ثم الخريج اللي هو محتاج يتأهل لسوق العمل. كمان بنشتغل على نماذج الحماية الاجتماعية مع وزارة التضامن الاجتماعي علشان نقدر، وسيادتك صدقت لنا على ضم فئة من تكافل وكرامة ومن أعمال التشييد والبناء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل أو منظومة التأمين الصحي، دول حوالي 8.5 مليون، علشان نقدر نرفع من متوسط التغطية الصحية على مستوى الفئات الغير قادرة، وطبعا انخفاض معدلات البطالة بين الناس. احنا عندنا بنشتغل بمعايير دولية شايفة
مصر وبتقول لنا النقاط دي لو عملتوها بيحصل تحسن في مؤشر التنمية البشرية، وده من خلال طبعا يعني مجهود مع حوالي 10 أو 12 وزارة بتشتغل في نفس التوقيت. احنا عملنا طبعا بتصديق سيادتك مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية اللي احنا اشتغلنا عليها من 17 سبتمبر منذ اطلاقها الى الان، محققة ملايين من الحالات وعلى مستوى محافظات مصر كلها. ان شاء الله نقول لسيادتك في اللقاء في المعرض الثاني. توجيهات معانيك بنوطن الصناعه فعلا. احنا دلوقتي انتجنا اكتر من 100 مستحضر كان بيستورد، وفرنا من الفاتوره الاستيراديه حوالي 300 مليون دولار، كمان بنصدر من اللي فاض ب 100 مليون. احنا دلوقتي السنه دي ان شاء الله في ادويه الاورام اكتر من 76 مستحضر ان شاء الله هينزلوا السوق المصري. عاملين زي ما علي الوزير ما قال في مصنع البيولوجيكال اللي هي الادويه العاليه التقنيه اللي سعرها عالي جدا، ام 50,000 و60، احنا ان شاء الله هننتجها وهتبقى اقل حوالي 40% من السعر. كمان كل وسائل تنظيم الاسره احنا وفرناها محليا وب 40% من السعر، فاحنا يعني بتعليمات فخامتك. تعليمات، احنا عايزين الجوده اللي تخلي الناس إن والله يا فندم اعلى جوده، بصدر ل 80 دوله وهم بييجوا يراجعوا علينا واكسبت كل منتجاتنا. وبتوجيهات معاليك فندم، شرفتنا فندم. الهيئة العربية للصناعة يا فندم الحقيقة بنشتغل معاها بشكل كبير، سواء بتوطين أيضا الصناعات المفاصل الصناعية بتوجيه من سيادتك إن احنا يبقى فيه زيادة في التصنيع المحلي، أو من خلال غرف العمليات الكبسولات الجاهزة، أو بعض الإجراءات بدأوا في تجميع وحدات الأشعة المختلفة باختلاف أنواعها، طبعا بخلاف المصانع السرنجات ذاتية التدمير وكثير، وعربات الإسعاف برضو بتعليمات من سيادتك هيبتدوا عشان بدل ما نستورد يبقى عندنا أكتر من مجال إن احنا نصنع بيه عربات الإسعاف. المنظمات الدولية يا فندم بتشتغل معانا طبعا خلال كل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، هم هنا واخدين الجناح علشان ممثلين لكل الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وبنشتغل معاهم في مبادرات كتيرة جدا سواء في برنامج أسرة أو برامج الخاصة بالتنمية الأسرة في مصر، أو البرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل للكوادر الصحية، أو من خلال وحدات الرعاية الأساسية. يعني الحقيقة تواجدهم معنا متميز جدا من خلال كل الجهات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. المبادرة اللي أطلقت يوم 17/9 سميناها بداية زي ما سيادتك صدقت لنا عليها. احنا عدد الخدمات المقدمة لحد دلوقتي حوالي 55 مليون خدمة، سواء من خلال خدمات للمرأة أو ندوات توعوية أو خدمات شبابية ورياضية أو توزيع بطاقات تكافل وكرامة على مكانهم. وزارة العدل راحت معانا فتحت أماكن توثيق في كل محافظات مصر، بدل ما كان بيتحمل المواطن أعباء أن هو ينتقل إلى بعض المحافظات، لكن قوافل طبية في كل مكان. أيضا الشركات الخاصة بالتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خدمات صحية في كل سواء خدمات متنقلة أو من خلال الوحدات الصحية أو من خلال أيضا المستشفيات، مواد غذائية موجودين في كل الأماكن. اشتغل معنا 9800 سفراء، فتحنا على موقع إلكتروني، تقدم ناس دخلوا معنا من الشباب اشتغلوا لحد النهاردة محققين نجاحات كبيرة جدا. احنا بدأنا بقالنا 38 يوم وشغالين في 27 محافظة، والحقيقة في تعاون كامل من كافة زمايلي المحافظين وكافة القطاعات التنفيذية في على مستوى المحافظات. ده جناح الوزارة سيادتك، كنت صدقت لنا على المشروع القومي للمدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية كأكبر نموذج هيتعمل إن شاء الله في مصر، من حوالي 4300 سرير في المنطقة اللي سيادتك اخترتها بنفسك في طريق العين السخنة أمام منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، مكونة من 18 معهد طبي متكامل في كل التخصصات الطبية. سيادتك المدينة الطبية بتمثل جزء رئيسي طبعا في خطة الوزارة لتطوير الخدمات الصحية، وبتكون أو بتعتمد أساسا على تطوير السعة السريرية، عدد الأسرة اللي بتخدم المرضى. فمن خلال 18 معهد ومركز طبي ومستشفى تعليمي بتوفر 4300 سرير، بخلاف اكشوالي منطقة للريهابليتيشن والويلنس فيها 900 سرير إضافية، وعلشان كلهم مدعومين بمناطق مراكز للأشعة والتحاليل بتحتوي أحدث الأجهزة وأحدث المعدات الطبية. أيضا بتطور الخدمات الطبية على مستوى تأهيل
الأطباء والكوادر الفنية من خلال منطقة فيها جامعة وكلية تكنولوجية ومعاهد تدريب مدعومة بمراكز أيضا للمؤتمرات ومعامل أبحاث، بتستطيع تخريج حوالي 4000 طبيب وكادر طبي على مستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا أيضا. المنطقة كلها لأنها تحوي حوالي 23000 عامل بيعملوا في المستشفى وفي المعهد، ففيها أيضا منطقة سكنية لخدمة كل هذه المنطقة بالإضافة لمنطقة استثمارية وفندق. طبعا مركز بهذا الحجم هيبقى واحد من أكبر المراكز العلاجية والخدمات الصحية في العالم العربي، كمان هيجذب الكثير من السياحة العلاجية اللي بتتوافق مع خطة الدولة في هذا المجال. شكرا فندم. ختام نشرة السادسة، هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يطالب الحكومة بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي وتخفيف الأعباء على المواطنين. رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات ويعلن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات التي تحتاجها السوق المصرية. قتل مدنيون وعسكريون في غارات إسرائيلية على لبنان، وحزب الله يمطر إسرائيل بعشرات الصواريخ. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.